نعم، صباح الخير أحبتي المشاهدين أينما كنتم وحيثما حللتم. صباح الخير على كل العراقيين، من العراق الحبيب من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صباحكم عافية. نستضيف اليوم البروفيسور والدكتور عبد علي محسن، استشاري جراحة العظام والمفاصل والكسور والأستاذ في كلية الطب جامعة النهرين. حياكم الله دكتور. شكرا جزيلا استاذ حسن، بارك الله بيك. ربي يسلمك. ستقدم. نعم دكتور، بدايه خلينا نروح لاخبارنا المنوعه ونشوف درر. صباح الخير درر. صباح الخير يا حسن. صباح الخير منوعة دكتور، وجمعه مباركه جزيلاً. وصباح الخير لكل مشاهدينا الاحبه مع مجموعه من الاخبار من مختلف بلدان العالم، والبدايه ستكون من الصين، حيث اتهم السفير الصيني في الامم المتحده دونالد ترامب بنشر فيروس سياسي جديد من خلال اتهامات كاذبه للصين بشان ادارتها لازمه فيروس كورونا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال السفير تشانغ جون للصحفيين: بينما يكافح المجتمع الدولي وبضراوة الفيروس المستجد، تنشر الولايات المتحدة فيروسا سياسيا جديدا هنا في الجمعية العامة وفقا للإف بي أي. كما ذكر جون أيضا أن ترامب هاجم بكين في خطابه في افتتاح التجمع الدبلوماسي السنوي واتهمها بنشر كوفيد 19 حول العالم. كما اتهم السفير الصيني أيضا الرئيس الأمريكي ترامب باستغلال الأمم المتحدة لإضعاف المنظمة الدولية، وحث الرئيس الصيني تشي جينغ بين العالم على رفض تأسيس وتهميش فيروس كورونا، معتبرا أن التضامن الدولي هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة. كما طلب بوينغ أيضا في خطابه المسجل بالفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من قادة العالم تبني مفهوم الأسرة الكبيرة وتجنب وقوعه في الفخ لصدام الحضارات، بعد أن هاجم نظيره الأمريكي ترامب الصين بشدة في خطابه الأخير. وخبرنا التالي، حيث نشر مواطنون الآلاف من الأعلام بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في يوم الثلاثاء 22 من سبتمبر، وذلك لإحياء ذكرى وفاة 2000 شخص أو 200 ألف شخص بسبب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. وشاركت في الفعالية رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي. وإلى البرازيل، حيث أن مصير أحد أكبر الاحتفالات بالعالم لهذا العام مجهول حتى الآن، وبالتأكيد ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث يناقش المسؤولون البرازيليون عن إمكانية إلغاء الاحتفال بالكرنفال السنوي الشهير. ومن غير الواضح حتى الآن إذا ما كان كرنفال ريو دي جانيرو سيجرى في هذا العام أم لا، إلا أن الكثير من الناس الذين اعتادوا المشاركة في التحضير له بدأوا يكافحون لإيجاد طريقة يكسبون فيها قوت يومهم، مثل دييغو جيوسوس وهو الراقص الرئيسي في مدرسة موسيديد إنديبندد دوباندر، حيث اعتاد على التدريب خلال هذا العام لأجل المشاركة في هذا المهرجان، إلا أن العرض المخصص لمدرسته قد تم إلغائه بسبب فيروس كورونا، مما اضطره لإيجاد عمل آخر وهو كسائق تاكسي أجرة. وفي مجال بيع الكمامات أيضا التي يخيطها، ويقول: أثر الوباء على دخلنا الشهري والسنوي أيضا، مما استوجب علينا البحث عن طريقة بديلة لكسب العيش. كما إن فانيا دا سيلفا عملت أيضا في مجال الخياطة لتلك المدرسة بنحو 18 عاما، ولكن بعد إغلاق ورشة الخياطة لهذه المدرسة أصبحت تعتمد على ما يأتيها من تبرعات. لنتابع نحن وإياكم. وإلى المغرب، فمن أجل الأمل في هذه الأزمة التي يمر بها العالم، أقامت المغرب برغم من هذه الظروف الاستثنائية التي رافقت الجائحة
أقامت معرضا حرص فيه الفنانون في المغرب على رسم طريق التخلص من الآثار النفسية للحجر الصحي، مستندين إلى الفن لزرع الأمل في نفوس سكان مدينة الفنون تحت شعار من أجل الأمل. وكشف بيان لوزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، والذي وصل إلى أكثر من 92 ألف حالة في المغرب، وتهيب وزارة الصحة المغربية الالتزام بقواعد. مشاهدينا الأحباء، انتهى ما لدينا من أخبار لهذه اليوم، وهذه عودة إلى الزميل حسن مع ضيفه الكريم. شكرا جزيلا دورا. نعم، هذه عودة مرة أخرى أحبتي المشاهدين، ونتحدث اليوم في بداية حلقتنا عن موضوع مهم، هو تشوه العظام الوراثي، من أسباب ومن علاج. وحول هذا الموضوع نستضيف البروفيسور والدكتور عبد علي محسن، أخصائي أمراض المفاصل والعمود الفقري والأستاذ في كلية طب النهرين. لكن قبل أن نستضيف الدكتور خلينا نتابع هذا التقرير. تشهد العظام نوعا من التشوه الذي قد يكون خللا عند الولادة أو بسبب العامل الوراثي الذي يؤدي لتفاقمها وتطورها. وهنالك عدد من أنواع تشوه العظام الوراثي الذي يتسبب بأعراض معينة ويظهر على الأطفال منذ الأشهر أو السنوات الأولى. العامل الوراثي يلعب دورا كبيرا في هذا المرض الذي ينتج عنه نمو عظام هشة ورقيقة جدا وقابلة للكسر ومقوسة أحيانا، وذلك نتيجة نقص الكولاجين والخلل في التوليف الأحيائي. وفي حال كان النقص شديدا يمكن أن يؤدي لوفاة بعض الأطفال حديثي الولادة بفترة قليلة، لكن بالإمكان معالجة هذا التشوه بفضل العلاجات المتوفرة والمرتكزة بشكل أساسي على منع تعرض الأولاد للكسور خاصة في سن صغيرة. يمكن حماية الأطفال من هذا التشوه الذي قد يرافقهم طيلة حياتهم عند اتباع نظام غذائي والاستماع لإرشادات ونصح الأطباء أثناء فترة الحمل، أو الإسراع بأخذ ما يوصف من علاج عند بيان هذا المرض في الأيام الأولى لظهوره على الطفل. من بغداد، منشد الأسدي، العراقية الإخبارية. نعم دكتور، حياكم الله مرة أخرى. حياك الله دكتور. تشوه العظام الوراثي، بداية خلينا نتحدث عن هذا المصطلح من ناحية المفهوم الطبي وكيفية الأسباب اللي تؤدي لحدوث هذا المرض تحديدا. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أود أن أقدم شكري وتقديري إلى قناة العراقية الإخبارية ممثلة بمديرها والكادر المتميز الموجود بها على دعوتي. شكرا لك. سؤال جدا مهم وأنا أشكرك. الموضوع هو أيضا جدا مهم. هذا من أكثر الأمراض شيوعا بين الأطفال. إحنا عدة مرات يقول جابت طفل ناقص، إذا سامعين. هذا المرض أو اللي الطبيين يسموه congenital abnormalities، ينتقل أكثر الأحيان عن طريق الأب أو الأم أو كلاهما. مرض شائع هو في بعض الدول، خاصة عند زواج الأقارب، وأكد عند زواج الأقارب، يعني خاصة بالعراق سابقا ولا زال قد يكون. ما شاء الله زواج الأقارب بشكل موجود. كبير. المثل يقول بنت العم لابن العم. زين. ولا ينهى عليه ومعرفين هذا السؤال. نعم. فهذا الشيء جدا مهم ننبه عليه. الأعراض أستاذ حسن اللي هي الأعراض بعد الولادة، الطفل عمره ساعات. خاصة طبعا يصير في بعض الدول العربية دائما يصير، وهي كل حالات في مصر مثل ما عرفنا. الأعراض هي تشوهات العظام، اعوجاج الساقين القدمين وإلى ذلك، راح نطرق لها كذلك. إضافة أنه ليس الساقين القدمين، الأحشاء الداخلية، الكبد، إضافة إلى القلب أحيانا، فنقص في صمامات القلب أو تشمه في بعض الصمامات. يعني تشوه العظام يصل بالمراحل إلى تشمه الكبد؟ لا معها تجي، معها congenital abnormalities، يعني يصير عندك شلون نقول مرض هو داخلي، تنتقل عن طريق تغير الجينات، تتحور في داخل الجسم انتقالها من الأب للأم. فهذا الشيء جدا مهم نأكد عليه. احنا سابقا كان تدري هسه زواج الأقارب قل، موجود بس قل، بس لاحظنا معظمها من ناخذ هيستوري تاريخ المرضي، احنا يعني قرأت مجلات مصرية عديدة عليها موجودة. كذلك التقزم اللي يطلع قزم طفل وما ينمو نهائيا، لاحظوا ايضا قد تكون عنده عيوب في الجينات الوراثيه. طبعا هاي تحاليل خاصه من
اللي هم يسموه أكوندروبليجيا. نعم. كوندروبليجيا يعني التقزم. هذا ليش قد يصير؟ عوامل مهمة لازم الإخوان والأخوات المستمعين ينتبهوا له، أنه تعرض الأم للأشعة السينية إكس راي أشعة، خاصة بالأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. نعم. كيف تروح تأخذ أشعة كيف كذا، وهذا ممنوع، هذا يؤدي إلى تغيرات بالجينات الوراثية الموجودة في الطفل. فتطلع بالطفل مباشرة. ثانيا كلش مهم تناول الأم للأدوية. الأم وجح راسها أو شيء ضاجت وسخنت بدون أي استشارة طبية، وأيضا أرجع أقول خاصة الأشهر الأولى للحمل الثلاثة. نعم. فراح يصير أيضا تغيرات جينية بخط أطفال مالتها. فنفضل جدا جدا هاي الرسالة مسج للأخوان المستمعين الكرام. أنه ما عدم أخذ الأدوية إلا باستشارة طبية خاصة الحامل. زواج الأقارب نأكد عليه، زواج أقارب سابقا وحاليا وموجود مو بس عندنا، بالدول العربية زواج الأقارب يزيد الاحتمالية بالإصابة بهذا المرض. أكبر كثير من الزواج الاعتيادي اللي مو أقارب. وطبعا هاي تسميات لها، متلازمة العظم الزجاجي أو متوازية فاينشتاين كثيرا. التغيرات في الجينات الوراثية خاصة كلش مهم. ليش يصير ايضا؟ وما هو السبب اللي زايده بعد اكثر؟ هو خلل في المعادن. المعادن هي الكالسيوم، مغنيسيوم، الفوسفور وفيتامين دي، معادن الاربعه مهمه. لذلك احنا ننصح الام اثناء فتره الحمل بتناول بعض المعادن وبعض الاكل، المواد الغذائيه والفواكه موجوده اساسا بها. اذا فتره الحمل محدث كبير لما يحدث خلال هذا المرض. طبعا هي هو شلون تصير التغيرات الجينيه اثناء فتره الحمل، وخاصه استاذ حسن بالاشهر الاولى، الاشهر الثلاثه الاولى. نعم. التغيرات الجينيه من عبر الاشهر الثلاثه الاولى الريسك او الاحتمال الاصابه يقل، وعدد الإصابات في داخل الجسم مثلا قد يصير بس إصابات عظمية. دكتور، لماذا يحدث هذا المرض وراثيا؟ يعني مسألة الوراثة بشكل مباشر متداخل. الوراثة هي تغييرات جينية. إحنا عندنا بالجسم وخلقناكم في أحسن تقويم. عندنا تغييرات جينية، عندنا هسه كليتنا جينات خاصة. نعم. طبعا الجينات كل واحدة مسؤولة عن عمل تسويه. هاي الجينات الوراثية الخاصة الموجودة بالدم وخاصة الموجودة بالرحم الأم تبدأ تتغير. يعني شلون يتغير شكلها، يتغير كذا، هذا فد موضوع جدا كبير فما اريد نطرقه، بس هو التغيرات داخل الام. بدنا نحكي على قضيه الحمل، لكن اكو تغيرات وراثيه تصير نتيجه الاشعاع. يعني الادويه الكيميائيه اللي صارت عندنا اشعاع. دكتور، هاي المواضيع بالعراق حتت كثيرا يعني طبعا، لكن بمعلوماتك الخاصه والاحصائيات بس هاي المواضيع الكثيره صارت. صحيح، صارت ايضا بالكبار تشوهات. أنا أسأل بالعراق يعني كأعداد للمصابين هل وصلت لمراحل متقدمة؟ إيه أكيد بالعراق وصلت، لكن بصراحة العراق تعرض لمواضيع بالضبط بالضبط، وخاصة في البصرة. لكنه بصراحة ما أعلن عليها بوقتها، خاصة بالحرب العراقية الإيرانية ما أعلن عليها. يعني ضربنا أسلحة فاسدة، أسلحة مخزونة، الشغلات كلش كثيرة صارت. حالي من ضمن الناس اللي كنت في الجبهة لاحظت هواي أشياء دا تصير. نعم. المشكلة هنا اللي عندنا هو ماكو أناليسيس انه هذا الطفل يجب. سابقا مثلا بالمستشفيات، سابقا من ضمنها مستشفى مدينة الإمامين الكاظمين عليهم السلام الطبية، مستشفانا نعم. كان بيها لجنة، احنا من ضمن اللجنة اني طبيبة نسائية طبيبة أطفال، نقعد اي طفل يطلع احنا نسميه بريماتشور غير ناضج، خاصة بالشهر السابع الثامن مو كامل. وحتى الكامل ما يعطى سابقا شهادة ولادة إذا ما نفحص الطفل. أنا أفحصه إذا عنده تشوهات خلقية بالعظام والمفاصل، الدكتورة تفحصها بينا وكذلك هذا، ويعطى أنه لم يصب. نعم. يعطى. التشوهات عادة تحدث عند الإناث أم الذكور يعني؟ سؤال جيد. هي ماكو شيء إناث الذكور، بس هي دائما تصير اثنيناتهم. سابقا كان يقولون انه عند الذكور مثل ما تفضلت استاذ حسن اكثر، شافوا النسبه تقريبا وليس كليا متقاربه، صارت له الاصابات تصير كل شويه. نعم. نتيجه الاوامر، نتيجه التقدم اللي صار عندنا، الاسلحه والحروب اللي دخلناها خاصه احنا بالعراق وكذلك في جمهوريه مصر العربيه. تحدثت عن الحرب الايرانيه العراقيه. نعم. وقلت انه اسلحه فاسده. يس. وما تحدثت عن الحرب العراقيه الامريكيه
بعد 2003 باعتبار ايضا كانت طبعا بالضبط كبيرة. ايضا كانت اكيد احنا السلاح اللي اجانا وتدري ضربات خاصة القوية مع ايران كانت ضربات غير موجهة بأسلحة، حتى احنا اسلحتنا ومخزوننا العتاد كان كله مخزون هذا فلذلك اثرت كلش كثير، يعني صارت خاصة بالرجال دا يصير عنده تغييرات سبرمية في الحيوان المنوي نقلت وين الى طفله الى جنينه او الى طفلته، هذا كان ما يعرفون بعدين من سووا تحاليل خاصه. كارثه بشريه دكتور. طبعا كارثه بشريه كبرى، كارثه بشريه كبرى احنا اللي صارت عندنا، بس احنا قلنا احنا مو بس الانفلاقات. اذا تسمح لي انا خلي اطلع عن الموضوع شويه وارجع. نعم. هذا الموضوع بما انه له تاثير كبير على الواقع البشر العراقي وعلى الجينات البشريه والى اخره. نعم. من مصطلحات طبيه. نعم. لماذا لم يروج له اعلاميا او دعائيا لمحاربه هكذا امور؟ بالضبط احنا بالنسبه ان انا ذكرت بالبدايه استاذ حسن هذا سؤال جيد. ذكرت من البدايه انه احنا صارت اكثر شيء عندنا وليس فقط بالدول العربيه، الدول العربيه خاصه يعني هسه حرب سوريا احنا كذلك اللي صار بجمهورية مصر العربية وغيرها في ليبيا تصير هاي هذا، لكن احنا ما عندنا طاقم انه نفحص هذا المريض او نعطي نصائح. هاي المفروض ارشادات، يعني هسه هذا البرنامج جدا جيد الموضوع ماله التشوهات الوراثية، يعني الاخوات اللي يسمعن او بناتنا اللي يسمعن هسه المفروض هاي الادوية وهاي الشغلات الاخرى تاخذها ماكو، يعني احنا كنا في سوريا في فترة ما مستحيل يعطيك دواء واحد اي صيدليه الا بوصفه طبيه. دكتور خلينا نعرف متى تبدا اعراض هذا المرض تحديدا؟ يعني تبدا هي داخل الرحم بالنسبه للطفل. تبدا داخل الرحم تبدي الطفل من يطلع، احنا ايش قلت لك سوينا لجنه سابقا يجب ان يفحص صدق. هذه بالنسبه للطفل، بالنسبه لبقيه الاشخاص بالنسبه لبقيه اكو تغيرات لا ما بعد البلوغ تصير عندي حياه نتيجه مثل ما قلت لحضرتك الانفلاقات الجويه اللي صارت والضربات الكيميائيه اللي صارت كلش هوايه. هل يمكن الوقايه من هذا المرض يعني اكيد للأطفال؟ هي طبعا الوقايه خير من العلاج لبقيه الاشخاص الوقايه يعني الوقايه اكيد هي خير من العلاج. الوقايه هنا شنو الموضوع المهم جدا هنا انه احنا نمنع الاسباب اللي ادت لنا الى هاي التطورات الوراثيه الرديئه اللي هي نمنحها نقلل من زواج الاقارب او اذا حتى لو زواج الاقارب ما ممكن انه تمنحها نهائيا ولو هي هسه قلت طبعا زين، فهذه الاشياء مهمه جدا عندنا احنا الدول العربيه والدول الاسلاميه موجوده بس اقل هسه صارت حصل عندنا بالعراق. هاي الشيء الثاني. ثانيا نمنع اي تناول للادويه، صدق هسه بالصيدليات بعض الصيدليات مع احترامي الشديد انه يعطى الدواء باليد على هذا الباكيت وهذا ارتاحت عليه فلانه وهذا ما يعرف شنو هذا. هذا الشيء معمول به في دول اخرى؟ موجود بالقليل. انا قلت لك بسوريا مستحيل، انا شفتهم سوريا مستحيل، يعني انا لاحظتهم انا طبيب بحيث لي سالوني ارفع طبيب يلا انطوني الدواء. دكتور هذه التشوهات هل تسبب الوفاه لبعض الاشخاص؟ لا بس هذا السؤال ايضا جيد، متى تسبب الوفاه؟ من البدايه انا قلت شو وقت تصير الوفاه؟ اذا عنده احنا نسميه كونجنتال ابنورماليتي مال هارت، اذا صار تشوهات خلقيه في القلب فبعض الطفل يصير امراض صمامات قد يعيش بها وقد يحتاج الى تداخلات جراحيه مستقبلا اذا هو عاش، فهذا اكيد. بس من يصير بالعظام او بالانسجه الرخوه لا طبعا تسبب تشوه خلقي. ليش انا قلت لك الكونتروبليشيا وجماعتها هاي؟ دكتور هل يمكن علاج الجينات المتغيره بسبب تشوه العظام او السيطره عليها؟ اكو التغيير الجيني موجود، نشر بحث بلندن جامعه لندن قبل حوالي فتره قليله، اكو تغيرات جينيه بس ايضا لا زالت هاي التغيرات انه يفحص الاب والام قبل الزواج، قبل ما يعطوهم يسوون زواج او كذا يفحص الاب والام، لكن ايضا ذاك اليوم دا اقرا عليهم دخلت على موقعهم ايضا لا زالت تحت الاستدي يعني ما اكملت نهائيا. اي ما اكملت، فلذلك احنا نقول ما معمول بها لحد الان؟ لا 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 ما معمول ادويه مثل ما شلون هسه كورونا يطلعون بعض شو اسمه قيد البحث. قيد البحث اكيد قيد البحث قيد البحث طبعا. طرق العمليات الامكان التي بالامكان يعني عملها خارج العراق مختلفة عن داخل العراق؟ لا لا بهذا الخصوص احنا العمليات اللي عندنا عمليات المفاصل والعظام بصراحة احنا عندنا خاصة بالعراق عندنا نسبة لا بأس بها. الأم أنا دائما أقول وهي أيضا أوجه يعني هسه أنا ضاحي بالعيادة شفت حالتين من الحالات المهمة. الأم مثلا عندنا تقوس الساقين والفخذين نعم احنا أو التقوس الرجل هسه
طلعت صورة قبل شوية أتو الساق يروح للخارج أو للداخل، يعني أما يصير هيك أو يصير هيك مفتوح. هذا إحنا الطفل مو رأسا نجي نسوي له عملية، ننطي علاج نراقب الطفل نعطيه من 4 إلى 6 سنين. ذاك الوقت بعدها قد نلجأ مريضها تكثر، لأن هذا العوجاج راح يأثر على الركبة على الكاحل عفوا على الورك، والورك راح يأثر على الظهر فيؤدينا إلى أمراض أخرى. فلذلك قد يحتاج إلى تداخل جراحي. وكذلك أنا قلت لحضرتك قبل شوية أنه المكونات المهمة المغنيسيوم وكذلك الكالسيوم وفيتامين دي، هاي شيء مهمة. فلذلك احنا عندنا فيتامين دي يدخل مباشرة بأشعة العظام. طبعا احنا نعطي فيتامين دي بس قطرات، يعتمد على الوزن على العمر. يعني ما يصير نعطي هيك اي واحد يجي ياخذ. التعرض للشمس لا زال موجود، التعرض للشمس احنا هواي يعوض فيتامين دي التعرض للشمس بالضبط، يزيد من انتاج فيتامين دي. احنا بالنسبه لنا لا، يخافون عليه من البرد، يخافون عليه من الحار، هذا اعرضه. مو شرط الا تحت الشمس، الضوء مع الشمس هو كلش نعم كافي. نعم. يعني بالاقل ساعه صباحا ساعه ظهرا، احنا هذا الشيء ايضا، بس هذا ما راح يصير ما راح يصير وراثي. جميل. يعني دكتور خلينا وراثي يصير اصعب. خلي نروح لتقرير آخر. التهاب المفاصل مصطلح عام يشير إلى الحالات التي تؤثر بالمفاصل أو الانسجة حول المفصل. ما شرحناها. هناك أكثر من 100 نوع من التهابات المفاصل، ومعظمها بسبب الألم والتصلب وتيبس داخل المفصل. نذهب إلى التقرير التالي ونعود. التهاب المفاصل لدى الأطفال أو لدى الأحداث هو شكل من أشكال التهاب المفاصل المزمن المتعلق بالأشخاص تحت سن 16 أو أحد أمراض المناعة الذاتية. هو التهاب يحدث في مفصل واحد أو أكثر عند الأولاد والإناث. أطلق على التهاب المفاصل مجهول السبب المزمن في الماضي اسم التهاب المفاصل الروماتويدي. يتم التشخيص عندما يستمر الالتهاب أكثر من 6 أسابيع دون وجود تفسير آخر لذلك، وعندما يلاحظ الطبيب وجود علامات التهاب بالمفصل من قبيل الورم والحرارة الموضعية عند لمس منطقة المفصل، يشعر المريض بالألم خاصة إذا تم تحريك المفصل المصاب. أما أنواع هذا المرض فمنها جهازية التي ترافقها حرارة وطفح وتضخم في الكبد والطحال والغدد اللمفاوية، والتهاب المفاصل المتعدد، والتهاب المفاصل المتعدد ذو العامل الرثياني، والتهاب المفاصل القليل الذي يعد أكثر الأنواع شيوعا، وينتشر بالأساس عند الفتيات، وفي الغالب يصاب مفصل واحد أكثرها هي الركبة والكاحل. من بغداد منشد الأسدي العراقية الإخبارية. والله مرة أخرى أحبتي المشاهدين. نعم دكتور، التهاب المفاصل. نعم. حدثنا عن هذا الموضوع تحديدا باعتباره عرضة لكثير من العراقيين والأشخاص بشكل طبعا عام. أنا أشكركم على هاي المواضيع. والتهاب المفاصل يعني من الأشياء الشائعة جدا حتى بين الشباب صارت هسه. التهاب المفاصل هو مصطلح يستعمل لوصف عدة حالات مؤلمة. نعم. عدة حالات مؤلمة تؤثر على المفاصل. هاي اكو انواع عديده العفو. الرئيسي هو العظم المفصلي اللي هم بالانجليزي يسموه اوستيو ارثرايتس. يعني هسه انا عندي هذا مفصل كاحل. نعم. اوستيو كلمه اوستيو عظم، ارثرايتس التهاب مفصل. فهذا المفصل نتيجه استعمال او الوقوف او كذا، هذا المفصل احنا نسميه شلون يصير احتكاك فريكشن ويا الوقت. يبدا الماده الغضروفيه او الغضروف مالته يتاكل، يروح الغضروف فراح يطخ عظم ضخم عظم. بسبب تقدم العمر ام بسبب تقدم يعني العمر او الجهد الغير طبيعي كلش هواي، او طبعا اكو هو عنده امراض مساعده لانه يصير التهاب المفصل بسهوله اكثر بعمر اقل. طبعا هي اكثر مثل يتصير احنا بالميدل ايج والادلت الاولد ايج، بس تصير هم بالشباب نتيجة أيضا عوامل ما نقدر نترقل لأن وقت البرنامج ضيق. نعم. فهذا المفصل من يتأكل الغضروف ماله، من يتأكل الغضروف كذلك عندي الركبة بس أنا نسيتها، مفصل الركبة اللي عندنا كارتلج وغضاريف يبدي يتأكل، فش راح يصير؟ العظم يطخ بعظم، احنا نقول حصوة تطخ بحصوة طلع جطحة نار، هذا راح يتأكل فيؤدينا إلى ضيق المسافة المفصلية بين العظمين. وهذا العظم راح يتك
فيصير التهاب مفصل شديد ويتطور قد يكون إلى عمليات حسب العمر هذا. إلى أسباب التهاب مفاصل مكتسبة أم عامل وراثي؟ لا لا هو لا أكو عامل وراثي بس أقل، هي مكتسبة بالضبط. مكتسبة بشكل أساسي. بالضبط مكتسبة، هواي أشياء هي مكتسبة. لأن أنا قلت لك أكو نوع من التهاب العظمي المفصلي اللي تفضل، وكذلك النوع الثاني يسموه التهاب المفاصل الروماتيزمي. اللي هو الروماتيزم عند الطفل. بقى الروماتيزم بقى كما هو يتعالج، وكذلك في داء الملوك إذا تعرفون داء الملوك والنقرس وهكذا. هذا الالتهاب المفاصل الروماتيزمي طبعا أكو مرات بمعزى وراثي، مرات ماكو معزى وراثي. هذا التهاب العادي الأوسيو أرثرايتس، التهاب المفصل يصير بالمفاصل، خاصة في المفاصل اللي عليها وزن الجسم، وهي مفصل الورك، مفصل الركبة، والكاحل اللي أنا جايب نموذج من عنده. هاي احنا نسميها الويت بيرينج بون هذني، بينما الإيد والرجل نادر ما تصير بيها إلا إذا لا سمح الله أكو مرض أو لا سمح الله كسر أو حادث سيارة أو حادث. دكتور ما هي الفحوصات اللي يخضع لها المريض المصاب بالتهاب؟ الفحوصات تنقسم قسمين. أولا الفحوصات طبعا أهم شيء الفحص الطبي الجيد، اللي هو نفحص المفصل. مثلا أنا عندي التهاب بالركبة، جاني المريض يشكو من ركبته، مرات اليمنى واليسرى مرات اليمنى، فنجي نفحص الركبة نشوف أكو تورم له لا. إذا أكو تورم معناته المرض أكثر عنده. السائل تشوف هاي ما مرمى يقول لك دكتور ورمت، ويشوف هاي ممرمة معناها تجمع سائل المفصل. هذا السائل المفصل أيضا أقول نتيجة الاحتكاك فصار سائل، فهذا معناته ترك فترة طويلة ديذب وزن. إحنا المفروض ننصحه أنه لذب وزنك عليها، فهذا شيء جدا مهم أنه نوقف المرض قبل أن يزيد، لأنه قد يزداد المرض وكبر بالعمر قد يحتاج إلى تبديل مفاصل. دكتور التهاب المفاصل يحدث عند الشباب وكبار السن والأطفال أو النساء والذكور يعني؟ طبعا طبعا النساء يصير أكثر عرضة يعني؟ بالضبط. لا لا مو أقل عرضة، العفو. هنا النساء تدري الدورة الشهرية من تنفقد الدورة الشهرية هرمون الإستروجين، أنا قلتها بالمقابلة السابقة، جدا إلى تأثير بشغلة العظم وشغلة الكالسيوم، فراح يتوقف أو يقل الإستروجين كل شهواية، فيؤدي إلى أنه عمرها 55 أو أقل قد تبدي من التهاب المفاصل. نعم. ثانيا اكو شيء جدا مهم ذكرتني حضرتك، انه الوزن دائما نقول اولا ثانيا ثالثا تخفيف الوزن للمريض البالغ. يعني احنا نشوف مع احترامي بعض النساء تقولها نزلي وزنك، او الناس الكبار بالعمر حجيه نزلي وزنك شيء لازم يصير، شلون ينزلها هاي الطريقه تنزلي انت متعلمين. يعني ممكن يكون تنزيل الوزن سبب في علاج المريض؟ طبعا في تقليل المضاعفات. يعني طبعا هي المشكله انه تدوس على انت رجل ملتهبه وتستمر، يعني ربات البيوت عندها شغلات البيت اكو شغلات كلش هوايه. يعني صار شلون تكون طريقه اسلوب الحياه عند مرضى التهاب المفاصل من ناحيه الحركه او الاطعمه اللي يعني ياكلونها؟ بالبدايه احنا نسميه ايرلي اوسيو ارثرايتس، بدايتها بالبدايه اكيد يصير الم غير مستمر متقطع، ورم انتفاخ ماكو. من المريض العراقي دائما مع احترامي الشديد حتى المثقفين ما تنبيهم اكو تعتمد اكو لا بالعكس اكو ناس ما تقرا تكتب قد تجيب تجي عليك من مبكر. بالبدايه الوقايه خير من العلاج، فتجي يجيك المريض العراقي متاخر انه مرمى ركبته وملتهبه او ما له علاقه بالعمر، بالعمر اكيد هشاشه العظام تاثر عليه. فهذا انت من البدايه تبدي تعالجه. يعني مثلا من العلاجات المهمه انه نعطي المريض في العكازه مؤقته، عكازتين احنا نسميها نويت بيرنج، تقوم يمشي بالعكازه اذا وزنه على ذيك الزينه. اذا اولا تنزيل الوزن احنا نسميه الايدز ووكينج ايد اللي يمشي عليها الحجله او كذا. هذا شيء جدا مهم. المفصل راح ينفتح، هذاك الثاني ما بي شيء يبدي ويا الوقت. احنا شيء حيصير المريض تنصح تسوي هيجي وهيجي وهيجي، كذلك الفيزيوثرابي العلاج الطبيعي، انت لازم تسوي يا اخي علاج طبيعي تقويه العضلات. يعني هسه انا عندي ركبه، الركبه قويه، تشوف العضله الرباعيه هاي الرباعيه هنا اربع عضلات ملتزمه صاروا بوتر واحد، يجب ان يسوي تمارين العضله الرباعيه بانتظام. انا من خلال كلامك اعرف ان الموضوع العلاج الطبيعي وبشكل مهم فعال اكثر من العلاج. لا 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 لا، كل شيء استاذ حسن مكمل الشيء. احنا اولا نبدي به انه
ان اولا لازم نعرف السبب. بالاوستيوارثرايتس التهاب المفاصل اكو ايديوباثيك، يعني ما معروف السبب. اكو بعض البشر بيجي عمر يصير عندهم واكو بعض البشر هو عمره 70 75 زين فعوامل وراثيه. تدري احنا نوع التغذيه عندنا خاصه بالعراق، نوع التغذيه ياكل تبن ومرقه وكل شيء ما يهم يعني هذا حديد وزنه. هناك طرق حديثه وصلت اليها المستشفيات في علاج التهاب المفاصل سواء أكيد. في العراق او خارجه؟ لا، هي الطرق الحديثه بصراحه هي تقريبا نفس الطرق بس حوروا بها. كذلك طرق الادويه او الادويه معينه حور جت يعني ادويه اخرى مفيده. يعني قبل يقول لك هذا مكمل للعظم وهذا ما ادري، هاي يعني اشياء مهمه. دائما اقول التغذيه الصحيه افضل مما اخذ هاي المقويات. التغذيه الصحيه الصحيحه يعني انت تاكل الشيء اللي يفيدك، شيء بكالسيوم، شيء بمحتويات الفيتامين دي. ثانيا من تقول للمريض نزل وزنك، نادر ما هو مرات مع يعني ناس يجونا من المحافظات بصراحه يلتزمون 100% ينزل وزنه، يلزم عكازه. صدق نقول ما نعطي دواء الا اشياء بسيطه. انا ما افضل المسكنات نهائيا. شنو السبب؟ يعني هي راح تسكنك والمرض دا يمشي عندك. انا اريد اقطع سلسله المرض. ما اخلي المرض يتقدم من حاله وسطيه الى حاله شديده، حاله شديده تبدل المفصل. ليش؟ الالم مبرح جدا مبرح، وراح ينقطع رزقه وراح ما يشتغل. احنا قبل هذا نخفف الوزن. اي مريض انا عندي قاعده اقول له هيك تسوي هيك تسوي، ريجيم غذائي يعطيه. مرض التهاب المفاصل ممكن يعرض بقيه اجزاء جسم الى خطوره؟ لا بس الروماتويد ارثرايتس او التهاب المفصل، واحنا قلنا اكو نوعين، اكو المفصلي العضلي واكو الروماتيزمي. الروماتيزمي اكيد بمضاعفات مثلا، يعني مضاعفات هوايه، اولا انحرافات السيقان، انحرافات كذا حتى في عمر كبير، لانه المرض ماشي. كذلك لان هذا عمليه تغييريه داخل الجسم. لذلك احنا قبل الروماتويد ارثرايتس او هذا لازم نعطي علاج. من ضمن العلاج نعطي للروماتويد ارثرايتس مثل ما اصابعه تقوم تنعوج، هذا من ضمن اكو دواء كيميائي. المريض هو الدواء الكيميائي هو بفائده له، وتنطي احيانا حبه بالاسبوع. لا هذا كيميائي ما اريده ذاك، الى ان تبدي التطورات في جسمه وصدره وكل العظام تصير بيهم. فالدواء يخذ حسب توجيه الطبيب الاخصائي. يؤخذ ويتابع دوريا مثل ما تفضلت هسه. كلش مهم احنا مو بس سوينا الاشعات، مرات نسوي اشعه امامي وجانبي وما المرات امامي وجانبي. لكن اولا نجاح الطبيب في الفحص السريري الدقيق شخص حتى لا جميل. احنا اي مريض يجي يدز زورنين، بعضهم مع الاخوان مع الاحترام الشديد، او مفراس، جاب المفراس باشعاع انت تحتاجه 100% تحتاجه سويه. كذلك الرنين، مو اي مريض عنده مثلا التهاب مفاصل او كذا ادز رنين. اذا ليش سووا الفحص السريري؟ الفحص السريري بدل ما ادز 20 تحليل اسويهن 4 تحاليل، وهذا همينة فائده ماديه للمريض، واحنا حتى لو دزيناها وفائده معنويه له، صحته راح تتحسن. فلذلك جي جدا مهم انه الفحص السريري اولا، بعدين نحتاج شو نحتاج؟ قد نحتاج اشعه عاديه، نقدر نسوي اشعه واحده، منظر امامي، منظر جانبي، منظر مائل، وهكذا حسب الطبيب. الى اي مدى ممكن ان يسهم العلاج الطبيعي في علاج مرضى التهاب المفاصل يعني؟ العلاج الطبيعي يدعم النصائح اللي اعطاها الطبيب الاخصائي اللي قال له لا توقف كذا، يدعم الى درجه جيده جدا يعني. يدعم مثلا كذلك اني انا من عندي هسه انا هذا منو لازمني هسه يحرك يدي؟ عضلاتي جيده مثلا، او هذا لازم تجي فتره انه نسميها ويستنج اوف مثلا كوادريسبس، ضمور العضله الرباعيه. اذا عندك عضله رباعيه تعبانه انتهت ركبتك، لان هي العضله الرباعيه اللي قد تفتح. لان احنا نسميه راح يصير عندك جيفينج واي، يعني يقوم يمشي ويريد يوقع، لان هاي ما مسيطره على الوقفه مالته. ومرات شو يسوي؟ يلزم ركبته حتى لو عمره 40 سنه، يلزم ركبته يقوم يمشي مرات، او يعني ما يحب يلزم العكازه، او شنو دكتور انا كبرت. بينما هي فد شيء احنا نسميه انسلري ايدز مؤقت. مؤقت يجوز شهر، يجوز اقل من شهر، مؤقت تتحسن الحاله. العلاج الطبيعي بالتمارين، انا مو بس نسوي بعض الموجات تحت الحمراء وبعد لا، تمارين. العلاج انا يعني دائما اقول هاي الاشياء اللي حكيتها هي 3/4 العلاج، ربع العلاج هو الدواء. الناس دكتور
خلي أسألك سؤال أخير، لأن الوقت ضايقنا يا رب أن نستفاد معلومات أكثر، لكن الوقت ضايقنا. بالنسبة للعلاجات البديلة مثل الوخز أو تنبيه الأعصاب كهربائيا، هل هي فعالة أو صحيحة بدرجة معينة؟ الوخز بالأبر الصينية الوخز بالأبر هذا في الشيء صار قديم يعني جديد، يعني هو أنت عندك هنا عصب حسي، نعم، بالركبة عصب حسي، ففاد في بعض الحالات اللي احنا نقول بعدها بدائية أو تحت الوسطى، يوخزوه فراح يضرب العصب الحسي يخدره، فيبدي المريض يتحسن، وصار الدعاية كل شوية وأكو أبر خاصة للوخز هذا موجود. الأشياء العلاجية الأخرى وحني قريتها يعني مثلا يلبسوه مسند، المسند هذا التلبيس مهم جدا لكن مؤقت، يعني أنت عندك مثلا التهاب بباطن عظم الرضفة الباتيلا هذا تقدر مثلا ويا العلاج وبادي عدة تغيرات التهابية بالفحص مبينة نفحص الصابون، قد نعطي انه جيتر وبفتحة مع الصابونة بفترة معينة، وننصحها ايضا بالتمارين العضلة الرباعية. فلذلك العلاج احنا نعطي علاج، احنا البعض قد يكون يتصور العلاج برا اي واحد، احنا حتى زملائنا الافاضل الاخصائيين الموجودين وحتى المقيمين نعم يشتغلون الشغلة العلمية الصحيحة، نعم. هو هذا الصح، بارك الله بهم، الشغلة العلمية الصحيحة. ولكن مريضنا مهما حتى لو كان بيهم حتى لو كان بيهم مثقف وشطاني دواء يابا، هو نصحك نصايح قبل الدواء، طبق هاي الأشياء، نعم. حتى تمنع تطور المرض. احنا نشكرك دكتور في ختام هذا البرنامج، وشكرا لهذه المعلومات القيمة اللي قدمتها خلال بارك الله بكم، وانا اشكر قناة العراقية بكادرها المتميز، الشكر الجزيل وبارك الله بكم، واشكركم ثانيا وثالثا ورابعا، واشكر المستمعين الكرام على اصغائهم لنا، بارك الله بكم. شكرا لك دكتور، شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم احبتي المشاهدين، ملتقانا لاحقا على بركه الله، الى اللقاء.